يا شكراً، أريد نعرف غير الصعوبات اللي واجهتيها بما حد دعمك، نعرف إحنا كمجتمع عراقي أكيد مواجهين هذا الشيء. حدثينا أكثر عن الإعلام، الحوار واللباقة أهم أم الشكل؟ يعني أنا أشوف أنه الحوار واللباقة أهم، أنه أنت صح لازم أنه كإعلامية لازم أنه الشكل يكون بيرفكت، مو بس كإعلامية حتى كإعلامي كل مهتمة بروحها بارزة تفاصيل جمالها أفضل، لكن إحنا هم احيانا انتم تشوفون بالقنوات العربيه من يصير اكو حدث مهم، احنا نشوف ان المراسله ممكن حتى ما نخليها ولا نقطه ميك اب تجي تلزم المايك وتبدي بالحدث، يمكن حتى لو سكريبت ما كان عندها. فاني احنا يعني يكون المتلقي انه بده يشوف شنو الخبر اللي قاعد تحكي، شنو صار بالحدث، يمكن حتى ما يركز على شكله اكثر ما يركز على الماده. فاني اكيد انه اشوف كلاهما مهمين مهم، لكن مو دائما انه يكون المظهر حسب